احنا مجلس الامه شكل لجنه وزرنا المكتب الصحي في المانيا وسجلنا كلجنه تحقيق عده تجاوزات في المكتب الصحي في المانيا. وكذلك ديوان المحاسبه الاخ رئيس بعث وفد من ديوان المحاسبه للتحقيق في التجاوزات اللي ذكرناها في المجلس عن المكتب الصحي في المانيا. وبالفعل أكد ديوان المحاسبة ما تطرق له في الجلسات الماضية عن عدة تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا. وكان في نهاية تقرير ديوان المحاسبة بتقديم بلاغ النائب العام عن هذه التجاوزات على المال العام من قبل رئيس المكتب الصحي في ألمانيا في ذاك الوقت. فكان طبعا الإجابة اللي وجهتها لوزير الصحة أجابني عنها، أجاب عنا ديوان المحاسبة بهذه النقاط التالية أخ رئيس. فأنا ذكرت أفيدني يا وزير الصحة عن التجاوزات المالية في ديوان في المكتب الصحي في ألمانيا وما قام فيه مدير المكتب الصحي السابق في ألمانيا. فأفاد ديوان المحاسبة قيام المكتب الصحي بدفع مبلغ 156 مليون يورو لإحدى شركات الخدمات اللوجستية المشار عليها وممثلها المحاسبي شركة انترناشنال بيشنت كير لإبرام اتفاقيات تنظيم علاج المرضى الكويتيين في بعض المستشفيات من خلال حسابات بنكية يرجع البعض منها لجمهورية سلوفينيا الاشتراكية خارج حدود النشاطات ألمانيا بلغ ما أمكن حصره 20 مليون و525 مليون يورو بالمخالفة للقوانين المنظمة والقرارات الوزارية الصادرة لتنظيم عمل المكتب. ديوان المحاسبة أكد كلامي لما قلت في السابق أنه رئيس ديوان المكتب الصحي حول 20 مليون و525 ألف إلى سلوفينيا وهذا مخالف. أكدها ديوان المحاسبة أنه بالفعل أنه رئيس المكتب الصحي حول 20 مليون و525 بدون أي سند إلى سلوفينيا.